تعرض له الدكتور محمد بعسو. وكما يعرف الجميع بأن محمد بعسو كل من صاحبه وكل من كان قريبا له إلا وينم في هذا الرجل عن شخصية صادقة ذو أخلاق فاضلة ومفتوحة التي ألصقت به من طرف النظام السياسي السلطوي إلا اتهامات باطلة. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.